قرر مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي إحدى التغيرات على تشكيلته بداية من المعسكر المقبل، وذلك بعد إخفاق الخضر في التأهل لكأس العالم 2022 وقبلها الخروج من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا في الكاميرون. وأعلن الأربعاء فريق هاتاي سبورت تركي تلقي اللاعب مهدي بوجمعة دعوة من المدرب جمال بلماضي ليكون أول الأسماء الجديدة التي تؤكد دعوتها رسميا لمواجهة أوغندا وتنزانيا يومي 4 و8 من جوان القادم ضمن أول جولتين من تصفية أمم إفريقيا 2023. ويعد مهدي بوجمعة صاحب 24 سنة أحد أبرز اللاعبين في فريق هاتاي سبورت تركي، ويشغل مركز وسط ميدان دفاعي مما يجعله خليفة للمخضرم عدنان جديورا ومنافسا لوسط ميدان تيفانتي الهولندي رميز الرغد. وولد بوجمعة في ضحية سيرجي في فرنسا، كما لم يسبق له اللعب في الفئات السنية لمنتخب الديوك مثل حال بعض اللاعبين الحاليين في المنتخب الجزائري، لكن مسيرته الاحترافية كانت قد بدأت بالتدرج عبر فريق غانغون عام 2017 إلى غاية ظهوره مع الفريق الأول عام 2019. ولعب مهدي بوجمعة لأندية كويفيلي روان وستاد لافولا على سبيل الإعارة قبل أن يعود إلى فريق غانغون الذي باعه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لفريق هاتاي سبورت تركي مقابل 400,000 يورو. ومع هذا الفريق لعب بقميصه هذا الموسم 1647 دقيقة. وفي الأخير، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد.